استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية البطل البحريني العالمي في رياضة كمال الأجسام سامي الحداد، والذي أفرجت عنه السلطات القطرية بعدما كانت قد ألقت القبض عليه في عرض البحر بتاريخ 8 يناير 2021 أثناء قيامه برحلة صيد بحري. وهنأ معالي الوزير سامي الحداد بالإفراج عنه، مثمنا عاليا الاهتمام والمتابعة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأوضاع البحارة البحرينيين الذين كانوا محتجزين في قطر لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، ومشيدا بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بالإفراج عنهم وعودتهم إلى مملكة البحرين. وأكد معالي الوزير وزير الداخلية حرص مملكة البحرين على رعاية أبنائها انطلاقا من أن سلامة المواطنين وضمان حقوقهم أولوية قصوى، معربا عن اعتزازه بدور البطل البحريني العالمي سامي الحداد والرياضيين البحرينيين المتميزين في رفع اسم البحرين عاليا وتسجيلهم إنجازات تضاف إلى سجل البحرين المشرف في المحافل الإقليمية والدولية. من جهته عبر البطل البحريني العالمي سامي الحداد عن خالص الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما حظي به وبقية المواطنين المفرج عنهم من اهتمام ورعاية مما كان له بالغ الأثر في الإفراج عنهم، مثمنا في الوقت ذاته جهود وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية واتخاذها كافة الإجراءات التي أسهمت في عودتهم للوطن سالمين. حضر اللقاء رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام.